كمان يا كابتن هاني، الحقيقه يانكو ميشيل مدرب حراس مرمى الاهلي النهارده كان بيقوم بتدريبات منفرده لثلاثي حراس مرمى الفريق، شناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، عشان يجهزهم لمباراه المصري البورسعيدي. بصراحه برضو زي ما بنشيد بالشناوي السوبرمان، لازم نشيد بيانكون يانكون ميشيل مدرب حراس الاهلي. الحقيقه كان ليه دور كبير برضه كابتن هاني في تالق الشناوي في الفتره الاخيره طبعاً. والحقيقه كان شناوي بقول لك امبارح كان راجل لا متالق كمان يعني. وبيزيد كمان خلينا نتكلم والناس تعرف انه بيزيد دلوقتي حارس المرمى بيشتغل برجليه اكتر ما بيشتغل بايديه. ده يمكن على ايامنا احنا ما كانش موجود، يعني احنا على ايامنا كنا بنرجع الكوره والجون يمسكها وبعدين يمشي وبعدين يمسك الكوره ويشوطها. لا دلوقتي حارس المرمى وشفنا الكلام ده صانع العاب، وكمان نوير طبعا هو يمكن المدرسه الالمانيه بدات الحته دي شويه البيلدينج اب من تحت وبرشلونه كده، فجزء مهم جدا جدا لحارس المرمى ان هو يبدا يشتغل برجليه، جزء مهم جدا. والكلام ده شفناه امبارح كتير جدا مع الشناوي، عمل اكتر من كوره، حتى عمل كوره مسك الكوره ولعب كوره طويله عمل بيها كاونتر اتاك. والجزء بقى الجميل كمان ان هو طلع لغايه نص الملعب، عنده مساحه اشتغل كده اكنه لعيب فيلد بلاير، يعني لعيب في الملعب، ومش لغايه تقريبا قبل نص الملعب وعمل كوره اعتقد بالمقاس كمان لمروان احرز بيها هدف الفوز. فعايز اقول للشناوي يعني كل يوم بتثبت ان انت حارس مرمى مصر الاول، ان شاء الله تبقى دايما موفق ويعني ويكون دايما على مستوى اللي احنا شايفينه على مستوى النادي الاهلي وكمان المنتخب.